حسب التواصل طبعا بين حضراتكم وهيئة الأرصاد، هل لسه مازال مستمر سقوط الأمطار يا فندم، ولا يمكن هي امبارح كانت ذروة سقوط الأمطار في اسكندرية؟ لا والله متوقعين برضو النهاردة أمطار برضو متوسطة بنسبة 60%، وإحنا الجو طبعا الحمد لله الشمس طالعة، بس في شوية سحب كده قدامنا في اتجاه الشمال، وربنا المستعان بإذن الله مستمرين في رفع الحالة لعند ان شاء الله استقرار الحاله الجويه ان شاء الله. في نصائح معينه حضرتك تقدمها لاهل اسكندريه؟ والله اهل اسكندريه احنا كل الاجهزه في خدمتهم، يعني احنا بس بنناشدهم ان فتره النوات لما يكون في تغير مناخي وفي امطار وفي رياح وكده، يعني يحاولوا يبعدوا عن المباني القديمه، يحاولوا ما يمشوش كتير في الشارع، يعني يدوا فرصه للاجهزه التنفيذيه تقدر تتعامل بس. انما كل التحيه لاهل اسكندريه واهل مصر كلهم. طبعا. شاكرين يا فندم. طيب سياده اللواء، بالنسبه لحاله البحر، هل في خروج مثلا من الامواج على الشط بره على الكورنيش؟ لا البحر الحمد لله الاموج مش عالي قوي ولا حاجه، احنا طبعا بيجي لنا دايما برضو مع من طريق هيئه الارصاد ارتفاع الامواج، انما الحمد لله الامواج في الحاله المتوسطه والعاديه مفيش. طيب هل احنا عندنا حاله طوارئ يا فندم؟ غرفه العمليات مكونه من مين؟ طبيعه التنسيق والتواصل بينكم عامله ازاي؟ حضرتك احنا معانا غرفه عمليات الصرف الصحي 175، دي موجوده مع الساده المواطنين كلهم، يتصل بالموبايل او من التليفون بتاعه الارضي 175، ومتواصلين مع كل اجهزه تنفيذيه في المحافظه من خلال لاسلكي، يعني احنا متواصلين مع عمليات النجده، عمليات المرور، عمليات المحافظه، عمليات المرافق كلها، فبالتالي احنا عندنا يعني شبكه كامله وسامعين بعض كلنا على مدار الساعه ان شاء الله. عظيم جدا.